الشبيبة، أمامكم زوز لاعبين هما حسين جابر وسلمى القصدي ويتبعوا الكرة، ما زالت ما خرجت على الخط النهائي، لكن شوفوا الحارس وين، حارس الأولمبي البيجي قيس العمدوني وين موجود، جاب كرة من بعيدة وتعادوا تشاهدوا الصورة، هذوما لاعبي الشبيبة، كرة ما تجاوزتش الخط النهائي، قاعدة تلعب لكن الحارس شاف كرة ثانية وخرج يجيب في الكرة، لحقش قاعد يعمل الحارس، شتو نشوفوا التبرير نتاعو.